هاد؟ رح يخف الوجع أمي. شو رح تعمل؟ لك شو عم تعمل؟ آه. التلج رح يخليك تصحصحي. أوف. تجمدت. تجمدت. ما رح يصير لك شيء. تجمد راسي فرهاد. باردة كتير. خلاص بعد شوي بتدفي. طولي بالك. طيب طيب صرت منيحة وصحصحت خلاص. وقفي شوي. أصلي وقفي. أوف. أنا هون جنبك وفي حطب رح ندفيكي. آه يا الله. خلص برد كل جسمي بكفي إيمون. ليكني فتحت عيوني شفت؟ شكراً إلك. أنا ما عملت شي. خلص هيك بكفي. أنا شو عملت لك؟ ليش عم تعذبني؟ خليها شوي تاني شبي. ظاهر أنت اللي سكران مو أنا. شو عم بتساوي؟ تعي ماي تعي. شو عم بتساوي فرهاد؟ يا ما تحكي شي. خلص بقى. ما في مشكلة. خلاص. خلص بقى. نعم. فرهاد قليلي شو بدك؟ تعرف يا ريت لو نبقى هون لحالنا وما نروح أبدا، نضل عايشين هون كل العمر. يا ريت لو أقدر عانقك وشدك وقلك قديش أنا بحاجتك وننام هيك مثل العصافير، بس علاقتنا بتخرب وقت تفوت العالم بيناتنا. انت مانك بشع ابدا، انت بس اطلعت على المراية الخطا مو اكتر. طلع فيني، بدي اقلك شغله، من اليوم ورايح رح تطلع فيني وبس. انا مستحيل اني خليك تكون بشع ابنه. في ايه؟ يلا في ايه يلا. صباح الخير. راسي حاسه راسي رح ينفجر من هون لهون. يلا في ايه في ايه. قومي خلينا نفطر وبتصحي وما بيعود فيك شيء. فرهاد لا تقوم، خلينا ننام كمان بس شوي. يلا بترجح. يلا في ايه. يلا يلا قومي. وراسي هلأ أكيد رح يطيب.